ربي وحده اللي كيعلم سهر الليل بات الخمام ربي وحده اللي كيعلم شيبي خاوي ما في تدرهم ترزقي حبسو عليا شيبي خاوي ما في تدرهم ترزقي حبسو عليا ماشي غير هي راه كاع الناس معايا في هاد البلاد من العونيات منهم ديجيات منهم ناس موسيقيين الاوركسترا منهم الشياخ الكبار اللي ما خرجوش منهم العين الناس راه وصلت ماشي وصلت بعضهم راه شي حاجه كبر من بعضهم الناس راه باعوا اللي وراهم واللي قدامهم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على خير المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. كنطلب من الله الله يرفعنا هذا الوباء. كي قالوا الاخوان انا موسيقي انا متضرر انا احتج يكفي بركه من التهميش عام وحنا سادين علينا ما مستعدينش نزيدوا واخا غير شهر ولا مثلا نزيدوا شهر حنا ما مستعدينش بركه يكفي راه حنا وصلت ماشي راه وصلت للعظم الناس راه باعوا اللي وراهم واللي قدامهم والحوانت كيتسالوا الفرماسيان كيتسال الناس مريضه قال واحد السيد الموسيقي الا تلاقيت بيه قال فاضل بغيت نبيع كلوتي غنمشي لمراكش وغنبيع كلوتي راه ما باش ندخل الفرحه لولادي قال راه جاي رمضان راه كنفكر اش غادي ندير مور رمضان اش كاين عيد كبير الناس راه جاي شحال من حاجه اللي جايه مور هاد في هاد العام هذا اللي ثاني استقبلناه جديد راه هادشي بزاف كنطلبوا من مالكنا الله ينصرو وعاش الملك وعاش الملك 100,000 مره انا كناش سيدنا ما المسؤولين راه ما قاعدين حتى شي حاجه راه ما دار معنا حتى شي حاجه المسؤولين راه خرج الدعم عطاو الناس اللي ما كتستحقوش والناس اللي كيستحقوا منهم هاد السيده ومنهم هادي ومنهم عداد ومنهم بزاف الناس ما خداوش الناس الدعم اللي خداو دوك الناس اللي عندهم كونت في البنكه وعندهم وقليل الناس توصلت بالدعم اللي محتاجه الناس راه ما عندهاش وصلت بها للعظم بارك يعني ما تهميش وبغينا حل يدار الحل هاد الناس اللي هاد الناس الموسيقيين بغى يدار لهم حل والله ينصر سيدنا وعاش الملك المسؤولين راه ما دونا حتى حاجه وعاش الملك وعاش الملك وعاش الملك. السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الله يخليكم لنا نشوفوا محالنا انا راه سميتي هنية الفطينية راني عام وانا جالسة من الخدمة رستت من شهر 6 ما خلاش الضو فرماسيان كيتسالني ورانا لقيت ما نهز ولا ما نحط شوفوا محالنا لوجه الله تبارك وتعالى نطالبوا منهم يعاونونا الله يحيد علينا هاد الوباء حنا ما فيش كان الله يخليكم الدراري وعندنا مسؤولية كثيرة ماشي والله العظيم ما نخلصش الضو انا من شهر 6 كيقول لك راه غنجو ندوك ما كان غيدو عندي لا لنتريد لا والو ما لنتريد كنخدم كنا تبعنا الخدمه ما نسحابوش الوقت غتولي بحال هكا راه الله هو اللي عاري وعالم صافي السلام عليكم معكم هشام أيت عمر رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية للموسيقيين المهنيين بأسافي اليوم كما تابعتوا معنا مجموعة ديال التصريحات ديال النساء فنانات موسيقيات منخرطات بالجمعية فالكلمة اللي بغيت نوصل هي أن هكذا احتفلت المرأة المسفيوية الفنانة المسفيوية باليوم العالمي للمرأة دموع يعني الحسرة دموع الحزن تدرفها هذه النساء ففي إطار البرنامج النضالي الذي سطره المكتب المسير لجمعية الأعمال الاجتماعية الموسيقيين المهني بأسافي تخليدا لحلول ذكرى 16 مارس التي توافق سنة كاملة من العطالة ذكرى نكبة القطاع الموسيقي الموسيقي اللي عاش سنة كاملة من العطالة من دون يعني واحد الحلول كفيلة لضمن ليه
حق العيش الكريم، حق العيش الكريم اللي كيضمنوا ليه الدستور المغربي. فاليوم سنة كاملة كما قلنا من العطالة ولا من يجيب. فلهذا سطر المكتب المسير هذا البرنامج وبطريقة يعني حضارية يعني تبعنا فيها التدرج، بداية من توقيع عرائد، حمل شارات للاحتجاج، وما زال البرنامج عندنا نضالي. فالتوقيعات أو باب التوقيعات مفتوح أيام 16 و17 و18 و19 مارس بمقر الجمعية. ونحن نتمنى إن شاء الله أن نداءنا هذا يجد الأذان الصاغية عند المسؤولين. وتحية.